تابعين حلقتنا مع سانتي، وبيستعدني استقبل دكتور نبيه شمس، اختصاصي امراض وجراحه العين. واليوم حضرتك معنا دكتور حتى نحكي عن يلي بنعرفه شعبيا بالمي الزرقاء. شو هي المي الزرقاء؟ بونجور لكم المشاهدين، نرجع نرحب فيك. المي الزرقاء بالحقيقه اسمها العلمي كاتاراكت، بسموها بدول الخليج الماء البيضاء. هي عباره عن تكثف دنسيتي بعدسه العين. نحن مثل ما بنعرف داخل العين في عنا عدسة ناتشرال لانس، مثل ما عم نشوف هون بالصورة على اليمين في عنا نورمال لانس بتكون شفافة، العين الشمال في عنا كلاودي لانس مغبشة، وهون هيدا بيأثر على الضوء، ما بيمرق الضوء بسهولة على شبكة العين. فمثل ما عم نشوف بالصورة على الشمال في عنا الضوء عم يمرق بسهولة على شبكة العين، أما بالعين اليمين المكثفة العدسة أو فيها دنسيتي بنسميها، في عنا مثل غباش. من شو بيتضايق المريض؟ المريض بيتضايق من أعراض، من نقص النظر، تدني في الرؤية، الرؤية الضبابية بيقول لك عم شوف كأنه عم شوف بضباب. إضافة أنه ما بيقدر يميز الألوان، خصوصا الألوان الغامقة، الكحلي والأسود بيصير يخربط بيناتهم، وهذا كمان بتصير عند كثير ناس من اللي عندهم نشاف بالشبكة العين. طيب هل هو وراثي؟ هل هو موضوع يعني ممكن او بيصير بعمر معين، يعني شيء لا مهرب منه ولا لا؟ الاسباب هي الايجينج، اول سبب العمر، تقدم بالسن هو اول سبب للمي الزرقاء. كمان في عندنا اسباب ثانيه، من الناس اللي بياخذوا الكورتيزون لفتره طويله، تناول الستيرويدز لفتره طويله بياثر على عدسه العين وبيعمل دنسيتي فيها للعدسه. الناس اللي عندهم سكري بيتطور المي الزرقاء اسرع من غيرهم. في ناس اللي بيتلقوا ضربه على العين، في شباب مثلا بيكون شاب ما عنده يعني ما عنده امراض ثانيه، بنلاقي انه صار في عنده تروما على العين ادت ليصير في عنده مي زرقاء بشكل سريع. باي عمر ممكن هي عاده بنشوفها بالاعمار المتقدمه، بس اذا في اسباب اللي سبق وذكرناها نشوفها قبل، ممكن نلاقيها قبل. هيدي المية الزرقاء، العدسة اللي جوات العين عم نلاقيها عاملة مثل بياض، مشان هيك بسموها الماء البيضاء أوقات. كمان هيدي صورة للمية الزرقاء. دكتور بتكون بالعينتين ولا بعين واحدة؟ بتصيب العينتين، في عين بتسبق عين، مشان هيك بنسميها بايلاترال يعني بالعينتين، وأسيمتري يعني في عدم تناظر، بتلاقي إنه في عين سبقت عين، فبيفكروها بتصير بعين واحدة، هي بالحقيقة بتصير بالعينتين. طيب شو العلاج؟ العلاج هو العلاج جراحي. قبل ما نروح على العلاج، في هيدي الصورة كتير حلوة لنعرف الفرق بالرؤية، الفيجن، بين النورمال فيجن على اليمين على الشمال والكاتاراكت اللي على اليمين، بتلاقي الصورة مغبشة عند البيشنت. نعم، هيدي أول العوارض يعني فينا نقول، ولا هون عوارض بمرحلة متقدمة؟ بالأول هي بروجرسيف، يعني بتصير العوارض تتقدم شوي شوي. بنلاقي انه بالاول تدني بالرؤيه، بيقول لك انه عم غير الكلاسز ما عم برتاح. بالفحص بالعياده بنلاقي انه الفيجوال اكويتي عم تنزل، رغم انه عم نصلح البست كوركشن، عم نعطيه افضل نظارات ممكنه، بنلاقي انه الفيجوال اكويتي ما عم توصل للتسعة من عشرة او العشرة من عشرة اللي كان يوصل للمريض قبل. مشان هيك الكومباريزن بالفايل للمريض بين زياره وزياره كثير مهم. في وقت معين لحتى الموضوع يصير كثير مزعج؟ يعني هل يعني في مده تقريبا موحده للكل، ولا في الوضع يتدهور بوقت اسرع؟ بتفرق بين شخص وشخص. في ناس بنلاحظ انه بلش عندهم السكري خلال سنه، بتلاقي المي الزرقاء تطورت بشكل سريع، حسب الفاكتورز، العوامل الثانيه اللي عم بتاثر على جسم الانسان. اوكي، يعني بنرجع للعوامل. العوامل كمان بتحدد اكيد الوراثي مثل ما تفضلت كمان بتلعب دور. بنلاقي انه في عيال بتصير عندهم المي الزرقاء قبل عيال، بتلاقيها بتبلش عندهم بال40 سنه، عاده بنشوفها بال60 وال70 للمي الزرقاء اكثر. نعم، عند النساء اكثر من الرجال ولا كيف؟ النسبه للتو جندرز مثل بعض. طيب بتحب ننتقل للعلاجات؟ العلاج تفضل. العلاج المي الزرقاء هو جراحي، ما في ميديكال تريتمنت، ما في علاج طبي دوائي للمي الزرقاء. في ناس بيفكروا انه بتنقضى الموضوع بقطره، هو بالحقيقه
بالجراحة. جراحة المي الزرقاء هي تطورت، صرنا بالألترا ساوند الأمواج فوق صوتية ندوب المحتويات العدسي المغبشة ونزرع عدسة جوات العين، نعمل أنترا أوكولر لانس إمبلانتيشن، نزرع عدسة لتحل محل العدسة الناتشرال اللي هي غبشت بالحقيقة. هيدي الجراحة حطيت صورة ما كتير تخوف المشاهدين، بالحقيقة صارت العملية المي الزرقاء سهلة، تلت ساعة تحت البنج الموضعي المريض بيكون فايق. الناس اللي كتير بيخافوا ممكن نعمل جنرال أنستيزيا إذا كان الجسم سليم ما عنده أي مشاكل. صارت تلت ساعة ما في وجع بالعملية، وبعد العملية ما في عنا أي ألم. وبيستعيد النظر الطبيعي دغري تاني يوم؟ بنعمل منلزق العين لتاني يوم كرمال ما تلقط بكتيريا، وبيصير ياخد قطرات لمدة 3 أسابيع الأنتيبيوتيك العادي، بس أكيد بيستعيد النظر تاني يوم بيتحسن نظره. هيدي العدسة اللي منزرعها داخل العين لتحل محل العدسة الناتشرال اللي نظفناها. وهيدي العدسة بتبقى مدى الحياة. مدى الحياة يعني ما ممكن ترجع تعود مية الزرقاء؟ لا لا، يعني مرة واحدة بتنعمل بالحياة. دايما بيسألونا أنه ممكن تعود المية الزرقاء، ممكن يصير في عنا تليف على غشاء العدسة ممكن ننطفه بجلسة ليزر بالمستقبل، يعني مثلا بعد 7 أشهر لسنة سنتين ممكن يقول لي أنه ضعف النظر، منقطر للبوبل يتوسع، منشوف العدسة منلاقيها أنه مغبشة، الغشاء العدسي المغبش مننظف الغشاء على الليزر. ممتاز. تحب تضيف أي شيء بختام لقائنا دكتور؟ أكيد دائما الفحص الدوري هو كتير مهم، لأنه إذا قسيت المية الزرقاء بيصير تعذب المريض أكثر وتعذب الجراح خلال الجراحة، فدائما الفحص الدوري هو أهم سبيل للوقاية. ممتاز، شكرا كثير لحضورك دكتور نبيه شمس اختصاصي أمراض وجراحة العين. أهلا وسهلا فيك معنا. نحن ندعيكم تتابعونا بعد البريك.